أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية شبكة الطرق التي تم إنجازها في ربط مصر كلها وتقليل الزمن المستهلك للوصول لأي مكان، مما يسهل حركة التجارة والاستثمارات بين مختلف ربوع الوطن. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة المنيا. احنا وصلنا المنيا في خلال فترة حوالي ساعتين أو ساعتين ونص. الكلام ده منذ 5 6 سنوات كنا عشان نيجي المنيا ممكن ناخد 4 أو 5 ساعات. وبالتالي شبكة الطرق اللي اتعملت اللي هي بتربط مصر كلها النهاردة أعتقد يعني بترد على أي تساؤل النهاردة هو إحنا بنعمل شبكة الطرق دي ليه؟ لكن النهاردة أعتقد ده واضح تماما لينا القدرة على الوصول للمحافظة، ومش مجرد إن أنا أوصل، معنى كده إن بقت هذه المحافظة سهل إن أي استثمار يجي ويوصل لها، وبالتالي المناطق الصناعية اللي تبقى موجودة فيها تقدر إنها تشتغل، فرص عمل جديدة بتبدأ تزيد. الكلام ده بيتواكب مع النهاردة إن إحنا بنزور 3 مراكز، وأرجو إن إحنا ناخد بالنا بعيدا عن العاصمة بتاعة المحافظة، إحنا بنزور صملوط، مغاغة، والعدوة. وعلى فكرة دول مش من حتى المراكز الكبيرة، هم بيحتلوا مراتب بعد المنيا وملاوي. منيا وملاوي هو أكبر مركزين، وبعديهم بتيجي يمكن صملوط وبقية المراكز بتيجي في مراحل أخرى.